بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق لثالث أشواطنا من المسافة 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين أيضا، والأعداد المشاركة الكبيرة والشعارات المميزة المنطلقة ضمن الفية الحجاجة والسن السرعة، وأيضا التحديات المستمرة ومتواجدة هنا على أرضية هذا الميدان مباشرة مع المركز الأول هملولة هزاع بن سعيد بن مبارك الحارثي، مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والتقدم الشانية ناصر بن محمد الدويكي، مع المركز الثاني. المركز الثالث هملولة أحمد بن سالم بن مبروك الجنوبي، مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاقة مع جلمودة علي بن حمدان الوهيبي على رابع المراكز. خامس المراكز الوصول أيضا من قبل هناك المنطلق بويضة سالم بن حمد بن راكان الوهيبي، من ينطلق مع بويضة على المرتبة الخامسة. هذه النتيجة لخمسة مراكزنا الأولى المنطلقة عودة إلى الثلاثية. أيضا التحدي ما زال منذ البداية مستمر في انطلاقة هذا الشوط، والتحديات هناك مستمرة ومسموحة في عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. أسير وأكشف الأسماء، هل هناك المتقدمة؟ ما زالت الشاهنية والذي انطلقت نحو المركز الأول ناصر بن محمد الدويكي. ما شاء الله، هذا الشكل الجميل المشارك والمنطلق نحو الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول والتقدم من هملولة أحمد بن سالم من مبروك الجنوبي، مع المركز الثاني. المركز الثاني هناك الشاهنية محمد بن عبد العزيز الوهيبي، مع المركز الثالث. المركز الرابع جلمودة حلي بن حمدان الوهيبي، أيضا المنطلق على المرتبة الرابعة. والمركز الخامس أيضا الوصول من الشاهنية علي بن سعيد المالكي المنطلق هناك مع المركز الخامس. هذه النتيجة للمرة الثانية، والتحديات مستمرة والإثارة ما زالت منطلقة مع هذه الأشواط المنطلقة الجميلة والتحدي المثير نحو المراكزنا أيضا، مع المراكز الأولى المنطلقة نحو الصدارة هذا الشوط نحو المركز الأول، والانطلاقة ما زالت مستمرة مع الأشواط الجميلة والتحديات مع الكيلومتر الأخير. الجنوبي ما زال في الصدارة المنطلق والباحث على الانتصار بقيادة هملولة السلالة العملاقة الكبيرة المشارك أحمد بن سالم من مبروك الجنوبي. لكن المركز الثاني الوصول هناك من الشاهنية عايض بن سعيد الينيبي المنطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم مع توزيع ثاني بن راشد المالكي المنطلق على المرتبة الثالثة. المركز الرابع الوصول الآخر والتحدي هناك من جلمودة علي بن حمدان الوهيبي. أعود مع المراكز الأولى المنطلق نحو صدارة الشوط والانطلاق الجميل والعرض المثير. يا سلام، هملولة نحو المركز الأول، هملولة نحو الصدارة الشوطة اللي تنطلق مع الصدارة مع المركز الأول. أحمد بن سالم الجنوبي ينطلق مع هملولة نحو المركز الأول. هذه السلالة الكبيرة المشاركة نحو المراكز الأولى المتقدمة نحو الصدارة. الينيبي مع المركز الثاني، عايض بن سعيد الينيبي ينطلق مع الشاهنية، لكن الصدارة والقيادة مع هملولة. أحمد بن سالم من مبروك الجنوبي، مبروك عليك النام يا الجنوبي على هذا التحدي. الجماعة واصلين، حاملة رقم 15 عبد الله بن حمد الوهيبي مع الشاهنية، ولكن من الجانب الآخر بلش عبد الله بن صغير الوهيبي. لكن هملولة، هملولة نحو الصدارة نحو المركز الأول. تهانينا والناموس أحمد بن سالم المبروك الجنوبي مع المركز الأول. المركز الثاني كانت هناك بلش عبد الله بن صغير الوهيبي، والمركز الثالث ما شاء الله صاحبة هذا الحجم الصغير كان قدومها قوي حتى الأمتار الأخيرة. المركز الثالث نحيل لجنة الخطي والنهاية 4:37.5 من الثانية. هو التوقيت مميز لهذا الشوط وبقيادة أيضا حملولة أحمد بن سالم مبروك الجنوبي. تهانينا والناموس.